هنبدأ بقى يا شباب الكويز نمبر 4 عندنا في السنة دي، واحنا يعني قطعنا شوط كويس في المنهج وخلصنا تقريبا لسه نون لسه 2 ووصلنا لحد الباور وخلصنا السيرفس والبارك. في شوية أفكار كده عايزين يعني نعمل فوكس عليها، ممكن تكون تقيلة، أنا عارف إنها ضايقت بعض الناس معلش، بس أدينا بنتعلم. فتعالى بالراحة كده، بيقول لك إن ذا جيفن 2 مللي سكند، يبقى أنا معايا التايم أهو، التايم بـ 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان تحول من إيه؟ من ملي سكند لسكند. 400 الكترون باس فروم رايت تو ليفت، يعني ادي الكترونات تتحرك من رايت تو ايه؟ تو ليفت، او من رايت تو ليفت. طب جميل، عددهم كام؟ قال لك عددهم 400. طب جميل، طب ايه تاني عندي؟ قال لك عندك 600 بروتون، البروتونات دي بتتحرك منين؟ فروم ليفت تو رايت كده، عددهم 600. احنا بنشتغل مع البوستيف دايما، بنشتغل مع الكونفنشنال، فده الكونفنشنال ده البوستيف. طب جميل، يبقى لازم الالكترونات دي احولها كونفنشنال. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي نيجاتيف ماشي في الاتجاه ده، يبقى انا عكسته خليته بوستيف في الاتجاه ده. قلت لك دايما اقلب النيجاتيف، اقلب النيجاتيف ويتحول لبوستيف، وكانه بوستيف تشارج في الاتجاه ده لما تعكس الدايركشن. طب جميل، يبقى انا كده معايا اتنين في نفس الاتجاه، فهو كان عايز الانترسي اوف كارنت، فالاي هيبقى كيو على تي. حلو، الكيو كان بتفك ازاي؟ ان في اي تشارج الالكترون، بس دي مش فور جنرال، فور جنرال تشارج الالكترون، لان مش كله على طول الالكترونات، ممكن نقول الجنرال تشارج فنقول كيو، كيو سمول. يبقى الكيو سمول دي التشارج شحنه اي جسيم مشحون سواء بوستيف او ايه او نيجاتيف. طب جميل، هو كده كده مش هتفرق ان الرقم البروتون والالكترون ثابت. النمبر هيبقى 1000 تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 اوفر التايم 2 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. هتحسب دي على الكالكوليتر هتطلع لك بقى بكام بالظبط؟ تطلع لك ب 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 14. فدي فكره تبقى عارف ان احنا بنشتغل بالكونفنشنال، لو قال لك الالكترونات دي الاكتوال واتجاه الاكتوال عكس اتجاه الكونفنشنال، فبنعكس الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الالكترونز. حلو، تعالى اللي بعده. طبعا احنا هنا عملنا ادنج، ها عشان تتاكد بس، عملنا بلس، عملنا ادنج عشان عكسنا اتجاه الالكترونات. السؤال اللي بعده، current passing through a wire decrease linearly. حلو، from 10 ampere to 0 in 4 seconds. ماشي، the total charge flowing through the wire. total charge، بص في قاعده كده بتقول لك ايه، لو انت عندك هنا الاي وهنا التي، دايما الكيو هي الاريا under the graph. يبقى الكيو هي الاريا under the graph، المساحه دي. طب مستر امتى تبقى سلوب؟ سلوب لو الريليشن ما بين كيو وتي، كيو وتي تجيب الاي سلوب، اي وتي تجيب الكيو اريا. فالاريا هنا ده ترينجل هاف تايمز بيز تايمز هايت، يبقى دي هاف البيز ب 4 والهايت ب 10 فتطلع ب 20 كولوم. ادي الانسر. دي تاني سؤال. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا 4 1.5 فولت باتريز، يعني اربع بطاريات كل واحده بواحد ونص فولت. طب جميل، متوصلين ان ايه؟ قال لك ان سيريس. ان سيريس يعني الباتري دي كلها هتبقى ورا بعض، فممكن نختصرهم ببطاريه واحده. البطاريه واحده دي بكام؟ قال لك بالسبشن، يعني ممكن اقول ان الفي هو عباره عن 4 تايمز 1.5 يطلع 6 فولت. حلو، واداك التوتال تشارج ب 240، وادي الكيو ب 240 كولوم. طب ايه كمان؟ وراح قال لك سو زي ويل لاست فور نوت اف ذا راديو هاز ريزيستنس 200. يبقى كمان معايا الار ب 200. بيقول لك هنا زي ويل لاست فور هيقعدوا قد ايه؟ ده معناه انا عايز التايم. فنبدا ازاي؟ هنقول اهو في على ار، فنجيب مين؟ نجيب الاي، يبقى 6 اوفر 200.03 امبير. طب جميل، بعدين نعوض في القانون بتاع الاي. فلو جيت عوضت هنا انت حافظ ان الاي كيواليتي، فادي الاي هي الكيو
على ال t. فلما نيجي نعوض هقول 0.03 equal to 40 over ال time. مجرد هتعمل ايه؟ سيزر واي كريس كروس. فالكريس كروس ده هيطلع لك ان ال t equal، تيجي على جنب كده، ان ال t equal 8000 second. طب هو عايز الحل بالاور، ازاي احول من سكند لاور؟ قال لك عشان تحول من سكند لاور لازم تعدي بالايه؟ تعدي بالمينت. فهنا في النص هيبقى فيه في مينت. طب جميل، من سكند لاور لازم اعمل ايه؟ قال لك الدقيقه 60 ثانيه، يبقى انت رايح من صغير لكبير، قيمه صغيره لقيمه كبيره، لازم تصغر، تعمل ديفايدد. ديفايدد كام؟ هتبقى ديفايدد 60. وبعدين من مينت لاور ديفايدد كمان كام؟ 60 ثانيه. فتقول ال 8000 ثانيه اهي على 60 في 60. واوعى تقول لي دي 120، عشان في ناس بتغلط تقول لي 60 و60 120، لا دي تايمز، يعني دي 3600. فالديفيجن ده هيطلع لك ان التايم ب 2.2 اور. يبقى انا دايما رايح من اور لمينت هكبر الرقم، لان دي قيمه صغيره، من مينت لسكند بكبر الرقم. حتى تقول الساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، بص الرقم بيزيد. العكس بقى، من سكند حاجات كبيره 60 ثانيه، مش تبقى دقيقه 1 مينت، يبقى ديفايد 60، والمينت لاور برضه 60، 60 مينت تبقى 1 اور. فدايما من قيمه صغيره تروح لقيمه كبيره لازم تصغر، يعني ديفايد. فالحل يطلع 2.2 اور. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك كوندكتور، الكوندكتور ده هاز ريزيستنس بكام؟ ب 12. ماشي، ادي هنا 12 اوم، ده ريزيستنس. طب جميل، احنا عارفين الكارنت بيمشي منين؟ من هاي للو. طب زي الفل، قال لك كارنت باسنج ثرو از شون ويز انتنستي 0.25 اف ذا بوتنشال ات بوينت بي. ده جهد نقطة، جهد النقطة ده بكام؟ بخمسة. ده اللو، يبقى اكيد الهاي مور ذان 5، مفيش اصلا مور ذان 5 غير 8. اتحلت. طب عايز افهم ليه؟ انت هنا خسرت، دفعت ضريبه كام في المقاومه؟ خسرت كام؟ هتقول لي يا مستر الفي ما بين اي بي هو اي في ار 12 تايمز كوارتر تطلع 3 فولت. حلو، لو عايز تعلق بالقوانين او قبل القوانين البنت، لو خسرت 3 فولت فبقى معايا 5 فولت، فانا داخل بكام؟ اكيد ب 8. رولز تعمل كده، في اي بي ايكوال في اي ماينس في بي، في اي معرفش، في بي 5، في اي بي ب 3، فدي تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبلس، فتبقى 8 ايكوال في اي، تطلع ب 8 طبعا 8 فولت. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا تو كوندكتورز اكس واي ذات ار ميد اوف سيم ماتيريال، نفس الماده بالظبط، يعني نفس الرو اي، اهو رو اي 1 ايكوال رو اي 2 بات ويز ديفرنت دايمنشنز are connected in the electric circuit as shown in the figure. So the ratio between the current intensities. يعني هو عايز مين؟ Ix على Iy. المفروض دي بتساوي Ry على Rx. ليه عكست؟ عشان دول متوصلين ايه؟ متوصلين بارل. في البارل V، ال V constant، فريشيو الكرنت opposite to ratio resistance. جميل. المفروض equal رو Ey على رو Ex تايمز ال واي اوفر ال اكس تايمز اريا، العكس بقى، اريا مين؟ اريا اكس اوفر اريا واي. حلو، الكونستانت شيله اهو، ده لينس واي اهو قدامك، بص على الرسمه اهو، ال اوفر 2 ال تايمز اريا اكس، اريا اكس بايه؟ واريا واي ب 2 ايه؟ فدي تروح مع دي ودي تروح مع دي، فيبقى لك ايه؟ هيبقى لك كده 1 اوفر 2 تايمز 2 4، اللي انا جبته ده هو الريشيو اي اكس على اي واي، يبقى الحل هيبقى 1 تو ايه؟ 1 تو 4. يبقى نتعلم، ممكن يدخلك ليسون 1 مع ليسون 2 تبقى عارف فكه الكومبيرنج ريزيستنس مع السيريس والبارل. طب جميل، بص اللي بعده، ميتاليك واير ايه هاز لينس ال، ده ال 1 دايمتر دي، دي 1 resistance R1 بار. If another wire B made of similar material، يعني رو E1 and رو E2، ماشي، and similar resistance، نفس ال R
يعني R1 هي R2. ده كلام أو جميل قوي. واللينس بكام؟ L2 ب4. The diameter of such wire. تعمل ايه؟ في طريقتين للحل. هتعملها ريشيو R1 على R2 رو E1 over رو E2 تايمز L1 over L2 تايمز area 2 over area 1. مين كونستانت؟ الكونستانت دلوقتي هو الريزيستنس، والكونستانت سيم ماتيريال، فدي تبقى 1 ايكوال L1 بال L2 فور L تايمز الاريا. ممكن تتفك يا اما R سكوير يا اما دي سكوير، فدي الثانيه اللي هي دي بي سكوير، ودي الاولى هي دي اي سكوير. فدي ايه بكام؟ اهو مدالنا، بص دي اي قال لك، او دي الاولانيه بدي، يبقى هنا دي سكوير. بعدين ال ال مع ال ال وال 4 يروح بالتايمز، فتطلع 4 ايكوال دايمتر الثاني سكوير على دي سكوير. طب بعدين هتعمل ايه؟ هتعمل سيزر واي، فالسيزر واي ده يطلع لك كده، بص 4 دي سكوير ايكوال دايمتر بي سكوير، تاخد سكوير روت سكوير روت، يبقى 2 دي هي دايمتر بي، يبقى الانسر كام؟ الانسر 2 دي تبقى سي. في طريقه ثانيه، لو انت عايز تعوض في القانون تقول الار ايكوال رو اي الا على ايه؟ واحد ذكي يقول يا مستر ولا الار اتغيرت ولا الرو اي اتغيرت، يبقى دي ثابته ودي ثابته، ف 1 ايكوال 1. اللينس يا مستر زاد كام مره؟ 4. يبقى الاريا حصل لها ايه؟ فاكيد عشان تطلع نتيجه ب 1 تبقى 4 ديفايدد 4. حلو، فتقول لي كده اعمل سيزر يبقى الاريا ايكوال 4، يبقى ده معناه نيجي على جنب نقول الاريا زادت 4 مرات. طب ما الاريا هي سكوير دايمتر الراديوس، يبقى الدي سكوير زاد 4 مرات، يبقى الدي بس زاد كام؟ تقوم جاي واخد سكوير روت وسكوير روت، فتبقى زاد مرتين، الحل يبقى 2 دي. دي طريقه ابسط واسهل. طب ده كلام جميل، تعالى نروح للي بعده. نمبر 7 بيقول لك واير اوف ريزيستنس 16 اوم از ريشيبد ان فورم اوف ا سيركل اند كونكتد ان ا كلوزد سيركت از شون ذا ايكويفالنت ريزيستنس. بص هو انا الكرنت هيطلع من هنا؟ هيجي هنا يتقسم، في طريق بيمشي في كل ده تلات ارباع السلك، في طريق يمشي في الربع ده ويرجع يتجمعه ويكمل كده. حلو، ده معناه ان هنا في نقطه توزيع، دي ستارت ودي تعتبر اند، نقطه تجميع، يبقى اكيد في بارل. ده ربع وده تلات ارباع، عرفت منين؟ عشان الانجل دي ب 90. الانجل دي بكام؟ ب 90، يعني الجزء ده يعتبر كوارتر السيركل، فاللي فاضل هو ايه؟ 3 كوارترز. طب ايه كمان؟ لو انا بقى عايز اجيب R1 و R2 في طريقه بسيطه قوي، R1 تبقى الكوارتر في الفاليو كلها فتطلع 4، والثانيه تبقى 3 اوفر 4 في الفاليو كلها فتطلع ب 12. يبقى انا السيركل دي ممكن ارسمها عباره عن 2 ريزيستنس بارل، عباره عن واحده ب 4 واحدة ب 12 بس. فممكن تقول 4 تايمز 12 على 4 بلس 12، او تقول مقاومة وتلتها الحل ربعها فتطلع كام؟ 3 اوم، فالانسر هتبقى 3. جميل، تعالى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ان ذا اوبوزيت دايجرام جروب اوف ايدنتيكال ريزيستورز اتش 1 ايكوال ار ذيرفور ذا ايكوفالنت ريزيستنس اكروس بوينت A اند B بكام؟ اول خدعه هنا ان في ناس هتقولي ده ديد. غلط، دي مش ديد. ليه بقى؟ لان هو المره دي عايز الايكويفالنت ما بين ايه مش والنقطه دي، لا وبي. لو الكرنت خارج هنا ممكن اقول لك دي ديد، يبقى هنا لازم احط هنا مصدر عشان اعرف مكان دخول وخروج الكرنت. اهو الكرنت داخل من هنا اهو، فجاي هنا ديستريبيوتد، اللي هيمشي من ايه لبي خلص، في بقى اللي هيمشي كده هيجي هنا يتقسم تاني، اللي هيكمل في كل ده سيريس يتجمع مع ده ومع دول ويخرجوا من عند بي، او تعملها بوينتنج. تيجي تعملها بوينتنج، بص هنا 1 تيك ذا لونجست باس، يبقى هنا 2 هنا 3 وهنا هنا 4، يبقى كل ما بعدي على ريزيستنس بغير الرقم. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، ما بين 1 و 2
ما بين 1 و 2 في ريزيستنس ب R. حلو. ما بين 2 و 3 في ريزيستنس ب R. ما بين 3 و 4 برضو R. ما بين 2 و 4 في R. ما بين 1 و 4 كمان عندي R. تبدأ تحسب. هتقول اهو 2R بارل مع R مقاومة اللي هو 2R دي. ونصها الحل تلت الكبيرة. تلت ال 2R بكام؟ 2 over 3R على طول اهو. جاي مسح دي كده. مقاومة نصها الحل تلتها. يبقى دي 2 over 3R. السيريا اسمع مين مع R؟ 1 plus 2 over 3 تطلع 5 over 3. جاي مسح كده. ظبط الدنيا اهي. دي 5 over 3R. بارل مع R. هتقول برضو ايه؟ مقاومة وتلتها او ربع. لا دي ما تمشيش بقى. هنا تعمل اهو برودكت عادي على الايه؟ على الصم. فتطلع 5 over 8 R. برودكت على الصم هتطلع 5 over 8 R. الحل هيبقى دي. تعالى نمبر 9. بيقولك وات از ذا ماكسيمم نمبر اوف 60 وات لايت بولب. اقصى عدد من اللمض اللمبه الواحده الباور بتاعها ادي باور الايتش 60 كان بي كونكتد ان بارل. وادي الفي 120 ان هوم سيركت ويزاوت ترابنج 30 امبير سيركت بريكر. يعني السيركت بريكر القاطع والمفتاح في البيت عندي اللي بيحمي الاجهزه اخره 30 امبير. فانا المفروض اشغل كام لمبه القدره بتاعتها 60 واط قبل ما ايه؟ ما البريكر ينزل. فاسهل حاجه في الدنيا تقول ايه؟ ان الباور التوتال هو باور الايتش الواحده في عددهم. طب جميل. الباور التوتال يتجاب ازاي؟ هتقول كده اي توتال في في توتال يساوي باور الايتش في النمبر. الاي توتال ادي 30 والفي توتال 120 باور الايتش 60 دوت ان. طب التايمز ده هيطلع كام؟ هيطلع بالظبط 3600 ايكوال 60 حلو دوت اي دوت ان. فانا عايز مين؟ عايز الان. فكل اللي هعمله هودي 3600 اوفر 60. فالمفروض يطلع الان بكام؟ الان ب 60 بلب. دي طريقه. حلو. طب انا مستر ما جاش في دماغي حوار البي توتال هو بي اتش في ان. ممكن اعمل طريقه، اعمل طريقه ثانيه. بس دي الطريقة الأسهل. الطريقة التانية بص هنعمل إيه؟ للي عايز يحلها بالطريقة التانية. لأن الإضاءة الكلية هي إضاءة اللمبة في عددهم، فاستنتجت القانون ده. في واحد يقول لي مستر لا أنا هعمل كده، معايا الـ V على الـ I فأجيب R total. هو 120 over 30 فتطلع بكام؟ هتطلع بـ 4. طب بعدين ده الـ R total. أقول كمان معايا باور الواحد، أقول هو عبارة عن الـ V سكوير على الـ R. ده باور الايتش فاجيب هنا ار الايه؟ ار الايتش. فاجي هنا على جنب هقول 60 يكون 120 سكوير اوفر الار. فهعمل سيزر. ابدا اعمل ايه؟ كريس كروس. بص كده اهو. ده تايمز ده ديفايد ده. فتطلع لك ايه؟ تطلع لك ان الار اتش بتساوي 120 سكوير اوفر 60 فتطلع 240 اوم. حلو. وانت عارف انه موصل ايه؟ موصل بارل. فانت عندك معلومه في البارل في الايدنتيكال هي ار الايتش على النمبر. فالار توتال بكام؟ ب 4. ودي 240 اوفر النمبر. اعمل ايه؟ اعمل كريس كروس سيزر واي. فالسيزر واي ده هيطلع لك معلومه، هيطلع لك ان الان ايكوال 240 divided 4 فتطلع برضو النمبر بكام؟ ب 60 بالبس. برضو الحلين صح. فكره البي توتال بتساوي بي اتش في عددهم ده جاي من مبدا ايه؟ مثلا رحت انت تشتري مثلا 4 كيس شيبسي. كيس الشيبسي الواحد مثلا ب 5 جنيه. يبقى انت هتدفع كام؟ الفلوس الكليه هتقول لي سعر الواحد في عددهم. فهو عددهم مثلا 4 والواحد ب 5، 5 في 4 ب 20. نفس الفكره البي توتال دايما هو باور الواحده في ايه؟ في عددهم. كل ما تشغل لمض اكتر كل ما الاضاءه الكليه هتزيد، يبقى البي توتال هيزيد. فالبي توتال دايما هو عباره عن باور الواحد اضاءه الواحده في ايه؟ في عددهم.
ده كده الطريقتين. تعالى السؤال الاخير بيقول لك ايه؟ بيقول لك the opposite figure illustrate a part of an electric circuit the potential difference between C و D. فرق الجهد بين النقطتين دول. ازاي تعمل بريك داون سيركت وترجع تاني تبنيها؟ بص بقى نعمل ايه. مساله زي دي هبدا بوينتنج هنا كام؟ 1. نفس السلك 1. لونجست باس يبقى اروح هنا اهو، هنا 2. عديت على المقاومه كمان هنا 3. نفس السلك 3. ريزيستنس كمان 4. يبقى انا عندي 4 بوينتس. هبدا اهو بالراحه، ادي 1 2 3 4. ما بين 1 و 2 في 3 وفي 6 طلعت بارل. ما بين 2 و 3 في 8. ما بين 1 و 3 في عندي ب 10 اهو. طب جميل. ما بين 3 و 4 15. حلو. ما بين 1 و 4 في 20. كلام زي الفل. تبدا بقى تعمل بريك داون. ال 6 و 3 بارل هتبقى بكام؟ هتبقى ب 2 اهو، مقاومه ده الحل نصها، فدي ب 2. 2 و 8 سيريس، فال 2 و 8 ب 10، فدي 10 اهي، ادي دي 10. بعدين ال 10 وال 10 بارل، فال 10 وال 10 هتبقى ب 5، مقاومه وده الحل نصها، هتمسح كده تبقى عامل دي ب 5، دي ب 5، ودي بكام؟ ودي ب 20. الكارنت اللي داخل اصلا ب 2 امبير اهو، 2 امبير. لا طريقين قد بعض يتقسم بالايه؟ بالتساوي. هتقول لي فين الطريقين قد بعض؟ هقول لك دي ب 20 واللي فوق كله برضه بكام؟ ب 20، لان انت عندك 15 و 5 يعني 20. فالكرنت هيتقسم هنا 1 امبير وتحت 1 امبير. هو كان عايز البوتنشال ديفرنس اللي على ما بين السي والدي اللي على 15. فالسي والدي هي ما بين 3 و 4، يعني هو عايز البوتنشال ديفرنس هنا. فالكرنت اللي ماشي هو 1. فهقول الفي ما بين سي دي اهو بيساوي الكرنت 1 تايمز الريزيستنس 15، فتطلع 15 فولت. تمام. ودي برضو من الوسائل المهمه. ده كده كان الكويز بتاع الويك بتاعنا ده، اتمنى الناس تكون استفادت منه.